انتوا وصلتوا؟ احنا شايفينك النهارده مبسوط وفرحان. الحقيقه انا النهارده يعني من اسعد ايام حياتي. مش النهارده، الفتره اللي فاتت احنا قدام انجاز ما تكررش بقالنا 60 سنه في الفروسيه ما شفناهوش. النهارده ابطال مصر، ابطال مصر وفرسان مصر عرفوا يحصلوا على بطاقه التاهل الى الاولمبيات القادمه. الكلام ده ما حصلش من 60 سنه. لعبه الفروسيه بتتطلب كميه مصاريف، بالذات لما انت تقوم بيها على مستوى عالي جدا زي الفرسان ما عملوا. الفرسان تحت رعايه الاتحاد المصري للفروسيه، المهندس هشام حطب المحترم والسيد معالي وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي، وطبعا تحت مظله الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو الحقيقه البلد بتشهد تطور في كل المجالات في عهده، وبنشكره جدا يعني نيابه عن محبين الحيوانات وعن الناس كلها اللي بتدعم الحيوانات في كل الوطن العربي. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي انه بيدعم الموضوع ده بشكل خاص، ودايما بنشوف الكلام ده في النتائج اللي بتظهر. حابب بقى تقول لنا ايه؟ انا محضر بصراحه فيديو، الفيديو ده مش انا اللي محضره، الفيديو ده الاتحاد المصري للفروسيه الحقيقه نزله على صفحته الرسميه، واحنا خدناه عشان نذيعه نوريكم الرحله بتاعه الابطال لما ابتدوا لغايه لما حققوا حلم مصر. النهارده الفروسيه المصريه في اولمبيات القادمه ان شاء الله، مصر ممثله عن طريق الأبطال المصريين، الفريق المصري. نتفرج على الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا تاني. لازم نوري الشعب المصري كله إن إحنا عندنا أبطال في رياضات صعبة جداً إن أنت تحقق فيها حاجة، ومع ذلك حققنا المستحيل، وصلنا للأولمبياد. إن شاء الله علم مصر خفاق في الأولمبياد القادمة. الفروسية المصرية، بنشكركم يا أبطال مصر.